معين يدخل منه الصائمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة أبواب، من الناس من يدعى من باب الصدقة، من الناس من يدعى من باب الصيام، من الناس من يدعى من باب الجهاد. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وهل من الناس من يدعى من كل الأبواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت يدعى من سائر أبواب الجنة. لها 8 أبواب، والنار لها 7 أبواب. قال العلماء: هذا من رحمة الله جل وعلا، أبواب الجنة أكثر من أبواب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين المصرعين، يعني دفتين الباب، الجانب البيجاي والجانب البيجاي، إنما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، مسيرة بتاعت 400 كيلو، ده ما بين دفتي الباب من أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليأتي عليه زمان وهو كظيظ من الزحام، من كثرة من يدخل الجنة. ففي رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، أبواب الجحيم تغلق كلها في رمضان. قال: وتسلسل الشياطين، بتربط الشياطين، المرد من الجن وهما العتات، والمارد هو المتمرد، كما يقال رجل أمرد، الرجل الأمرد اللي ما قام له لسه شنب ولا لحية، يسمى أمرد، يعني متمرد متجرد. ويقال شجرة تمردت لما تسقط أوراقها، ويقال مارد من الجن هو المتجرد من الخير، الخالص في الشر. المرد ديل يصفد في رمضان. لذلك قال العلماء: تجد في العباد راحة للعبادة ونشاط، لأن المارد الشيطان بوسوس الإنسان. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. الإنسان معه شيطان، والشيطان شغله شنو؟ ربنا قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان إبليس ضامن جهنم. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني بيدعو الله يكون حي ليوم القيامة. أنظرني يعني أمهلني إلى يوم يبعثون. ليه؟ دار يعمل شنو؟ قال: لأغوينهم أجمعين. قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إبليس تعهد، قال: فبعزتك، بحلف بالله، لأن العزة صفة من صفات الله، ولو حلفت بأي صفة من صفات الله حلفت بالله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن بعد ذاك استدرك براو، إبليس استدرك، قال: إلا في واحد ما بيقدر عليهم، إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا سبحانه وتعالى قال له: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فالشيطان حريص على ضلال ابن آدم. ولما كان رمضان من الأوقات المباركة التي تتيسر فيها العبادة ويحب الله سبحانه وتعالى فيها العبادة والزيادة منها، من رحمة المولى عز وجل صفد الشياطين، قفلهم في رمضان من أول ليلة، أول ما يعلن
إنه بكرة اليوم الأول من أيام رمضان لحد ما يعلن إنه بكرة اليوم الأول من أيام شوال. الفترة دي كلها تصفد الشياطين مرضة الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. منادي ده إما منادي حقيقة منو نحن ما عارفينه، بيقول شنو ما بنسمعه، ينادي مناد يا باغي الخير، باغي يعني طالب زر دار الخير، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني وقف. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول قد يكون هذا مما يغذف في القلب، في قلب العباد، مش منادي حقيقة لكن مما يأتي في قلوب العباد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال ولله عتقاء من النار. عتقاء يعني زول ربنا بيصطفيه مجموعة من الناس في كل ليلة من الليالي، ربنا ينظر للعباد فيصطفي منهم ناس يعتقهم من النار في كل ليلة. ومن هنا يا أخواننا يتبين لنا خطأ الحديث البيروى، وده ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بيروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الحديث ده ما صحيح. ليه؟ لأن رمضان كل مغفرة وكل رحمة وكل عتق من النار. قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، في كل ليلة من الليالي. أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الصوم جنة، جنة معناه ستارة، ستر وحماية. أولا في الدنيا الصوم جنة حماية وستر من المعاصي. الإنسان قد لا يتورع من المعصية في غير رمضان، لكن كثير من الناس يتورع منها في رمضان. كويس؟ تورع من المعصية يبعد منها، عشان كده قال لك الصوم جنة كأنها ستارة وحماية بينك وبين المعصية. الصوم جنة حماية للإنسان من جهنم يوم القيامة، ستارة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون يعني شنو؟ يعني لعلكم تجعلوا صيامكم وقاية ليكم من النار. كأنه وقاية. أصلاً إحنا عندنا بالبلد بتاعنا في عاميتنا الناس الساكنين في البلد وبيشتغلوا في المزارع وكده بيعرفوا الحاجة دي. النسوان لما يمشوا يفزعوا، يقول لك يجيبوا الحطب، يعني الواحدة بتجيب لها قطعة بتلفها شكل دائرة وتخطها في راسها وتشيل الحطب فوق ليها زي شكل العمة لكن خطها فوق راسها، بيسموها شنو؟ وقاية. وقاية دي يعني شنو؟ يعني توقي راسها ده من الحطب، عشان الحطب ما يزيع في راسها تاخد لها حاجة اسمها وقاية. الصوم ده وقاية. ربنا قال لعلكم تتقون، يعني انت صيامك ده تخط وقاية لك من جهنم. إذن يا أخواننا هذه بعض الفضائل في رمضان. وفي ناس ما بصوم، كلمك النصيحة، ولا واحد منه ولا بتعب رقبته ما بصوم عديل من يبدأ رمضان لحد ما في ناس بتدسوا وواحد ما بتدسوا، يعني ما صايم علني. كويس؟ كنت شايل لك ازازة بارد في الشارع علني ما صايم. في واحدين بيخجلوا من المجتمع، واحد هو ما صايم بيمشي بخش المطاعم اللي تشتغل بتحت ديك، شخوش بورا كده ياكل ويقوش خشمه ناشف ويجي مارق، كون شايل له مسواك كده فوق هنا اعمل لك فيها صايم. في ناس تب مبصومه خسروا خسرانا مبينا. ده خسران لانه ترك ركن من اركان الاسلام. كان الاسلام خمسه منها الصيام، ما صايم مزاج منه بس. واحد تلقى كبير
وبأولاده. تقول لها فلان ما بتصوم مالك؟ يقول لك ما بقينا له لسه. دار تبقى له بيتين انت هتصوم بيتين بالضبط. لما تموت تقابل الله انت ما بتصوم. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام قال والحديث في المسند قال ياتي الصيام والقران يوم القيامه اثنين. والناس في وقت ذاك الواحد داير له حسنه يدخل بها الجنه داير من يشفع له عند الله. قال ياتي الصيام والقران فيشفعان. القران عنده اهله والصيام عنده اهله. قال فيشفعان. يقول القران يا ربي او يقول الصيام يا ربي. القران ما بيقول يا ربي. يقول الصيام يا ربي منعته الاكل والشرب بالنهار فشفعني فيه. ما هو ما بياكل ولا يشرب بالنهار. يقول له منعته انا الاكل والشرب فشفعني فيه. قال فيشفع. ياتي القران فيقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفع. طيب انا قبل شويه قلت القران ما بقول يا ربي. ليه؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. واللي بيقول يا ربي ده المخلوق. أنا مخلوق وأنت مخلوق كويس والصيام مخلوق وغيره. لكن القرآن ما مخلوق عشان كده ما بقول يا ربي. بيتكلم مع الله تبارك وتعالى بهذا الكلام المذكور في الحديث. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من اللي بيشفع يعني قال سورة 30 آية. تعرفين يا اخواننا احنا في حاجات بسيطة لما احنا ما نعرفنا كثير مننا مشى جاب له حاجات من راسه وجعل دين. لكن في فضائل احنا ما عارفينها. النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة 30 آية 30 آية بس شفعت لصاحبها وحاجد عنه بتحاجد عنه يعني وتجادل عنه. قال حتى غفر له. سورة الملك 30 آية تحفظها تتلوها كثير وتعمل بها تجادل عنك إلا يخش الجنة كويس. سورة 30 آية. سورة البقرة وآل عمران جاء في الحديث في مقدمة ابن كثير يجي يوم القيامة يسمهم الزهراوتين اثنين يعني بقرة وآل عمران. قال كأنهما غمامتان زي الغمامة تجي فوق تظلان صاحبهما. انت احفظ البقرة واحفظ آل عمران لكن حفظ بعمل مش حفظ صاي. في ناس الواحد بيحفظها بس حفظ زي ما بيحفظ كتاب المدرسة. نحن والعالم من حولنا وشنو الكون والإنسان والحاجات دي زي ما بيحفظ الإنسان والكون بيحفظ سورة البقرة. لما كده حفظ وعمل ده لجن ضل عمل ضل يوم القيامة كده. إذن يا أخوانا عندنا فضائل عظيمة. الناس اللي ما بصوموا رمضان ديل أنا ما جاي أتكلم عنهم. ديل موضوعهم بايظ كلامي مو معهم. أنا كلامي مع الناس اللي بصوموا رمضان لأنه من الناس اللي بصوموا رمضان نوعين قد يكون فيهم درجات لكنهم نوعين. زول بصوموا لك صيام الفريضة. الفريضة بس يقول لك الفقهاء قالوا الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في معناهم. الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في معناهم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله. يقول لك دي يا مولانا نحن اللي بنعملها. شفت لا باكل ولا بشرب ولا جماع ولا ما في معناهم من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية التقرب إلى الله. ثاني يقول لك أنا ما عندي أي زيادة بس
فضائل ماني داخل فيها. المحرمات دي ما بعملها. عشان كده تلقى كثير من الناس رمضان قرب بيتجهز، تقال بيعمل شنو؟ واحدين يمشوا يصلحوا اللمبه برا للكشتينه. كم لمبه مارقه برا الحوش في الشارع. دي نمره واحد. بيشتروا ضمنه جديده. شيرنج، يقول لك اعملوا شيرنج. دقوا الشيرنج جابوا ضمنه جديده. كويس؟ واحد بيجي يصلح الريسيفر بتاعه. الديجيتال والشاشه يجيب له شاشه جديده ب3 مليون. بيعلقها. كويس؟ دي شنو انت قايل؟ دي المسلسلات تركيه. مسلسلات ما تعرف مصريه. وديلك اللي بيسموه شنو ديل؟ والسوريين ده الحرب اظنها شغالتهم ولا مسلسلاتهم شغاله انا ما عارف. المهم سوري، تركي، اي حاجه. ده بكون حارس المسلسلات. واحد بيكون جهز نشط الخدمه من الساعه، يقول لك 4G، رمضان ده داير 4G. نشط الخدمه بتاعته النت. عشان يخش المقاطع، يحضر مقاطع خليعه واغاني ينزلها. والحرام ده كله باصنافه. كويس؟ ده صايمين. انا ما بقول صيامك باطل. هو ما صايم، لا بياكل ولا بيشرب، المويه دي لا بيشربها ولا بياكل كمونيه لحد ما تغيب الشمس. ده انا ما بقول صيامك باطل. لكن استفاد من رمضان شنو؟ شنو اللي استفادوا من رمضان؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يوم طلع على المنبر 3 درجات. الدرجة الأولى قال آمين. الصحابة ما عارفين حاجة. النبي بيقول آمين في شنو؟ الدرجة الثانية قال آمين. الثالثة قال آمين. الصحابة ما فيهم أي حاجة. بعد ذاك سألوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل. قال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، قل امين. قال امين. رغم يعني شنو؟ رغم يعني خسر. هسه حباباتنا ما بقول لك الترابه في خشمك؟ لما تعمل لك حاجه ما نافعه بقول لك الترابه في خشمك، بس يا هادي ذاتي. رغم انف امرين يعني انفك الداس بالتراب. ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال رغم انف امرئ ادرك أبواه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. أبوه معه كبير في البيت ولا أمه. كويس؟ يحتال عليهم. ليلة والله شغال أنا ما فاضي لكم. مارق. القروش عنده وأمه ما عنده أي حاجة. في ناس هسه وضعهم زي ده. زول هو وضعه تمام ومليان قروش. لكن أم مفلسة عندها توب واحد من العيد اللي قبل الفات. توبة ها بس واحد لابسه وتعبانة ومروحتها بتكورك. مكيف ما خش بيتها من الله خلقه. من الله خلقها مكيف بيتها ما خشوا. كويس؟ ومروحة السكس تشيك 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 وهي قاعدة في الحردة وعن قريبا مقدود في النص وحالة تعبان وبعدها مفلسة حق اللبن ما عندها. وهو تلقاه ما شاء الله راكب عربيته وماشي وجاي الشغل ومرته تشتري في الذهب وترص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف امرئ جبريل دعا قال ادرك ابواه عنده الكبر احدهما او كلاهما ولم يدخله الجنه. ديل ما دخلوا الجنه. افترض يخش شباب الجنه دي. انت قال بر امك زي دي في العمل الصالح من النافله انت قال فيها اعظم منه؟ لو تخلى اي حاجه. جريج العابد كان بيصلي عشان تعرف في ناس ما عندهم فقه فهم ما عندهم. واحد تلقى الليل ده كله هاك يغيم في الليل ودي عباده. واحسن صلاه بعد المكتوبه صلاه الليل بيصلي بالليل لكن مشكلته ما عنده فهم. ها الوقت ده لو نمت فيه تلقى شنو؟ لو نمت وقمت الصباح نشيط الشغل ومشيت جبت قروش واديت اللي امك وصلحت لها امورها افضل لك من قيام الليل. تقاشر في ناس ما عندهم فهم. جريج العابد بيصلي امه بتنادي فيه يقول ربي امي صلاتي امش لامي ولا واصل الصلاه صلاتي رجع للصلاه
تاني كوركت له قال أمي صلاتي أمش لأمي ولا أتم صلاتي واصل في صلاتي أمه زعلت قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات المومسات الزواني المرأة الفاجرة يعني وشوف سبحان الله داعد عليه بشنو النبي صلى الله عليه وسلم قال لو داعد عليه بالهلاك لهلك لو داعد عليه ويموت كافر مات كافر كويس قالت بس هي ذاتها فيها حنية شوف بس قالت لا تمته حتى تريه وجوه المومسات ما يزني ولا كده لا بس يشوف ان اتعرض ليه عشان كده العلماء قالوا ده فيه دلاله على انه النظر الى المراه الفاجره معصيه وعذاب من الله عقوبه دي كونك تعلق في واحد تلقاه مشتري لها يا زول مشتري لها هنا شاشه بثلاث عشان يعاين في النسوان انت قال له شنو؟ انت قال المسلسلات دي كان ما فيها نسوان بيحضروها؟ اللي بيحضرها منه؟ مسلسل كلها رجال؟ زول بيحضرها ما في انا اكلمك لن نسوان دي المشترينا ودي امه دعت عليه بالمساله دي ذاتها باعتبار عقوبه من الله كونه يشوف النسوان دي عقوبه من الله كويس عشان كده الفقهاء قالوا جريج العابد مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان فقيها ما عنده فقه طاعت امه اولى من الصلاه النافله الا الفريضه بس شفت امك دي لو دقت لك لو انت شايف هذا التلفون شايله في جيبك كويس كرر التلفون دق في الصلاه انت بتصلي في فريضه ظهر عصر كده ده بيصمت طوال من غير ما تعايل له تصمت تلفونك كويس لانه ده دق لك رئيس الجمهوريه ما بتقطع الصلاه الفريضه دي ما بتقطع يا زول اما انت بتصلي في نافله دق التلفون عاينت فيه بامك تقطع طوالي ترد لامك التلفون والله يرد لها التلفون هو لو ما بصلي برد لها والله في ناس ما بصلوا ما بردوا لها يقول لك يا اخي بتسحمنا تبرمج بينا ساي والله يا اخواننا مشكله طيب انا مركت من الموضوع كثير نرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل دعا قال رغم انف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له انت عارف رمضان ده لو خشك ها ومرق وانت ما غفر لك خسران خسران الخساره الواحده دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث البخاري قال من يذكر لنا حديثا في الفتنه في الفتن اللي بتحصل قال حذيفه حذيفه طبعا ان صحت العباره متخصص في باب الفتن يعرف احاديث الفتن ويعرف حتى اسماء المنافقين قال انا قال بديكم حديث في الفتن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره الفتنة نصه في يا في مرتك تكون انت أمورك كويسة ماشي تمام أول ما تتزوج المرة تخش عليكم تلخبط لك علاقتك انت مع أخواتك بعد شوية تلخبطها مع أمك بعد شوية تطلقها تطلقها أمك تصير عليك ترجعها تاني تكون بس شغال طلقوها ورجعوها تدخل فيك فتن تحيرك انت ذاته قال الفتنة في أهله وفي ماله فتنة مرات بتكون في القروش تكون مفلس بتكون عايش مع ناس الحلة حياة جميلة جدا تلقى قاعد ومرق مع الشباب ويتونسوا ما عندهم أي مشكلة أمورهم واحدة لو في أي مناسبة تلقى واقف مع الجماعة ما مفلس ما عنده حاجة الفلس ده مرات فيه خير انت قاعد شنو تحضر لك محاضرة ما مفلس ما عنده تمشي وين يعني البيت تعرفه تلفزيون تقعد فيه كويس ولا عندك اي حاجه قروش ساي تمشي بها الحدائق دي ما عندك انت تقول كذا نحضر المحاضره اذا تصوا قاعده لا قاعده اخر نقعد في الجامع مرات يكون فيه خير بني ادم ضرب احيانا ربنا يمنعه من شيء رحمه له تلقاك زعلان يا اخي شوف بالله النازل كلهم عندهم الا انا ما عندي اي حاجه قول يا خير ليك ده ها ربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض في ناس كده شفت كيف فالفتنة أحيانا تكون في المال تكون في الولد تكون في الجار يجي واحد يسكن جنبكم في الحلة يغلب الحلة كلها غلب يبقى لك فتنة انت تقوم من الصباح تلقاه كاشح لك موية جنب الباب وكسر الماسورة بتاعته شفت كيف وبالليل مشغل الخزان بتاعه ويكف في بيتكم
يبقى لك فتنه تشاكله مشكله تخليه مشكله كويس. قال الفتنه في ماله وفي اهله وفي جاره. قال ويكفر ذلك الصيام والصدقه والصلاه. بتكفر. عشان كده يا اخواننا رمضان ده لو دخل ومرق والله ما غفر لك انت خسران كده ببساطه. عشان كده انا كلمتي في هذه المحاضره في شنو؟ انك انت تصوم صيام تمام، تدخل رمضان كاستثمار وتدخل منه انه باب من ابواب النجاة من النار. يعني ما تخش شاي كده. في ناس بيصوموا عادة يقول لك الابري السنة دي عملته جاهز، هاي جاهز الابري، وتاني دقيق العصيدة جبته هاي جابوه، يقول لك رمضان ظابط ما في اي مشكلة، تاني مكيف صلحناه. بس رمضان مكيف زايد عصيدة زايد ابري. في ناس انتهى عندهم برنامج رمضان. هذه عادة من العادات، وقد تكون سدت او مرقت من رقبتك. دي الواجب، الواجب مرق من رقبتك. لكن اين الاستثمار لهذا الشهر المبارك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان يوم صوم احدكم. يلا ركز في الحديث، داري اديك ضوابط ثانية. انت ما وقفت الموية دي، الموية دي يا اخواننا ما حرام في غير رمضان صح؟ يعني كونك تشرب مويه صافيه سوبه، مويه شربتها من الزير، وقعت مويه الترعه شربتها، ما فيها شيء، حلال بيمتنع منها الانسان. الاكل حلال انت بتمتنع منه، جماع زوجتك حلال انت بتمتنع منه. العلماء قالوا من باب اولى تمتنع من الحرام. الحرام اللي هو محرم في رمضان وفي غير رمضان محرم، ودي ما حرام، دي ما حرام في غير رمضان. انت بتخليها كيف؟ انت بتخلي المسلسل، واحد يقول لك يا اخي معقول رمضان من غير مسلسل؟ مسلسل تسعه يجيبوها لك مع التراويح. دي الناس ذاته عجيبين، خلاص المسلسل مع التراويح، تلقى الجماعه خلوا صلاه التراويح، ده قيام الليل، قيام الليل. انت بتخليها عشان ثلاثه مصريين؟ واحد يقول لك الليله الحلقه الاخيره، يا اخي معقول اخليها؟ يا ناس ما ممكن رمضان نخلي الحلقة الأخيرة. رمضان ده شهر واحد في السنة، واحد، وأنت الليلة دي ممكن تقيم قيام الليل، ما هو التراويح دي صليت قيمت الليل، الله اختارك من الناس عتقوك من النار. تيجي تقول لك مسلسل سوري، وفلان يقول لك الليلة اسمه شفيقة ولا تقول له شنو؟ يقول لك طلقوها. يا أخي بتعمك أنت، مالك مالك يا أخي؟ والله في ناس بيهتموا بحاجات، وانا اقول لك قوله، في ناس في سلسله تاريخهم بيكون حضروا لنا اقل شيء 30 مسلسل وما استفادوا منها ولا حاجه. انت قال استفادوا منها شنو؟ المسلسلات دي لو حلال، لو حلال كويس والله ما بنستفيد منها اي حاجه. برا علمت اولادنا عدم الاحترام لوالدينهم وللكبير في الحله، ما استفدنا منها حاجه. واحد يجي ببساطه زول انت خليه ابوه ولا امه كويس؟ زول جارم وزول كبير انت في السن، يقول لك يا عمك، عمك شنو يا اخي؟ يعني بكل ازدراء عدم احترام، ده تعلمه من وين انت قايل؟ منو اللي علمهم له؟ ده من المسلسلات. اتعلموا الانفلات من الاخلاق، اتعلموا الانفلات من الموروثات اللي نحن وجدناه في مجتمعنا، الاحترام، الذوق، المعامله الطيبه، المروءه. ما عندهم مروءة، والله انت عربيتك تتعطل في الشارع وتلقى الصبيان قاعدين هناك بعينوا فيك، لابسين يعني فوق وقاعدين بعينوا فيك. يا ناس مروءة ما عندكم؟ والله ولا اشتغلوا بك. يقول لك يا خليه يا نشوف حكايته في النهاية شنو؟ حكاية شنو يا اخواننا؟ ده كله من الفساد اللي تعلموا الناس من الحاجات دي. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم، هيعمل شنو؟ قال فلا يرفث. يرفث الكلام، تتعلق بالكلام، الكلام الكعب، ما تقولوا الرفث. ابن حجر قال الكلام السيء، ويدخل فيها الجماع ومقدمات الجماع،
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يدخل برضو أخوانا الرفث محرم. قال فلا يرفث أو يرفث ولا يصخب. الصخب الصياح، تلقى ذول بكورك في أشياء ما فيها فايدة، بكورك وصيح. ولذلك ذكر من صفات أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عتل جبار غليظ. ده الزول المتكبر، متكبر في شنو انت؟ قال يعني زول لابس كويس كده قاشر تمام وراكب عربية سمحة، ده المتكبر؟ لا، المتكبر ما بيقبل الحد. يعني لما تقول له هو غلطان، تقول له يا أخي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول ما يعمل كده يا أخي، الكلام ده غلط. يقول لك أنت يا تعلمني، تعلمك منه ذاته يا ود. أنت ودبتين يا خلينا من ودبتين أود قبل شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيء ده حرام. يقول لك بالله أمشي يا أخي، أنا صليت في الحرم تعلمني أنت؟ حجيت 6 مرات أنت تعلمني؟ أمشي يلا. ده عتل غليظ متكبر يا أخي. الحق تقبله أنت في شنو؟ أنت عملت غلط؟ أدوك الحق بدليله، أقبل. عشان كده ده من صفات أهل النار، متكبر. قال صخاب بالأسواق. صخاب الزول اللي بيصيح في السوق بكورك. في ناس بكورك وكواريك ما عندها معنى. أنت زول فارش لك طماطم كويس، وهذه طماطمك الناس شايفاها قدامه، هذه ما في داعي تمسك لك ميكروفون وتقعد بـ7 جنيه من 7 صباحا لين مغرب بكورك 7 جنيه 7 جنيه. يا اخوانا ما خلاص، هذه طماطم اكتب عليها ورقه 7 جنيه واقعد. قال لك كاتب لك رزق بيجي. قال صخام بالاسواق، صوته عالي بكورك. جيفة بالليل، الليل بيجي بنوم ساي. حمار بالنهار، بالنهار بكورك زي الحمار، بالليل جيفة ما عنده صلاة. قال عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الدنيا دي والله في ناس بيعرفوا عرفة كده، بس نادي لك واحد من الشباب أسأله من الكورة يقول لك كريستيانو منو كده ما تعرف، ولده يقول لك في سنة كده وكان خطب سيرينيا وطلقوها منه. يا ناس ده ود عمك انت صحابي جليل بيعرفون لك عرفة بالحتة. لكن لو جيت سألته قلت له العشر المبشرين بالجنة هم كم؟ ما بيعرفوا كويس، ما عنده رغبة. ده ما عنده فيه رغبة، لكن رغبته في شنو؟ بس يعرف لك الفنانين، واحدين بيعرفوا لك الفنانات، واحد بيعرف لك الرقاصات يقول لك فلانة ديك رقاصة كده، والرقاصة دي هي يقول لك لا يا أخي أصلا سورية هي، واتجنست يا أخي مالك يا أخي اتجنست يقول لك واخذت الجنسية الألمانية. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم بأمر الدنيا، الدنيا دي بيعرفوها لك عرفة. وفي ناس ده ما حرام دي عرفة بالحرام، في ناس عرفة بالحلال بيعرفوها لك، يعرف لك الدنيا دي وتفاصيلك وكده، ويقول لك يا أخي الفتح التركي كان سنة كده، وما تعرف الإنجليز طردون يوم كده، وكرري ماتوا فيها كده، وما تعرف يجيبها هنا كمية عارفة لك. ما كعب ده، لكن أعرف الآخرة كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا بورينا يومنا بتاع رمضان يكون كيف. أنت عشان تكون تخش رمضان ده بفهم، قال لا يرفص لا يصخب لا يجهل. ما تجهل، احيانا في مواقف تستفزك للجهل، انت تلقاك انت منضبط من الصباح مظبوط ما في مشكله، ركبت المواصلات جيت راجع من هناك كويس، بعد شويه تدي الكمسار القروش يا بيرجع لك الباقي، يعني لك بالمرايه كده بكون خاطي المرايه قدامه تنسى القروش. في واحدين زي ده كده دايرك تنسى قروشك وتنزل، يستفزك الموقف تقوم طوال الجوطه معه. زي ما قال عمرو بن كلثوم قال الا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. داير يعمل معك تصوت معه للنهايه كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهل، ما تتعامل تعامل الجهله في اي شيء من الامور، في استفزاز، في
أي موقف من المواقف ما تتعامل تعامل الجهالة. قال لا يسخط ولا يجهل. يلا أنت ممكن تكون منضبط في نفسك لكن استفز غيرك. برضو النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك قال فإن سابه أحد أو قاتله. هذا صلت عليك أنت ما سألته، قاعد في محلك ما سألته. قال فإن سابه أحد بلا سبب منبذك أو قاتله كويس. قال فليقل إني صائم. بس تسكت تقول لي إني صائم، رغم إنه يا إخواننا الزول عنده الحق يرد. لاحظ زول لو سباك اتكلم فيك في عرضك عندك الحق ترد. الرد ما حرام، ركزوا معي في النقطة دي، الرد ما حرام. يعني زول جا قال لك اسمع يا بليد كويس، انت عندك الحق تقول له بليد انت، ما حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال المستبان ما قالا فعلى البادي. حرام عليك على البدا أول. المستبان ما قالا فعلى البادي، قال ما لم يتعدى الأول المظلوم. زي واحد جا قال لك ها انت بليد، تقول له بليد انت وبليد امك كده تعديت صح، لانه قال لك بليد براك انت، امه ما في حاجه دخلتها، تقول له بليد انت وبليد امك ده تعدك، يبقى عنده اثم لانه تجاوز. يا اخواننا في رمضان حتى حجك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليه. يعني لو قال لك يا بليد ما تقول يا بليد انت، قول لي اني صايم مشيها. لو ركزت بتلقى انه الصيام فيه كسر للنفس صح. عشان كده شهر رمضان ده بحقق التقوى، وبعلمك انت آداب لنفسك دي بتأدبها تمام، تطلع من رمضان بغير الشخصية الأولى. يا أخي ده كسر للنفس عجيب. قول ها ناس يقول لك والله يا مولانا رضينا، أصل حق الله ده أكل ما ناكل شراب ما نشرب في معناه كله ده داقي بالنبي، لكن زول ينبذني يا مولانا خليه. ممكن زول ديك ما كسر للنفس كونه أنت قدامك مويه باردة يعني وأنت عطشان جدا. شوف الصيام ده أدب للنفس حارة كيف، هذه مويه باردة قدامك. ممكن تكون أنت قاعد في البيت براك وتلاقي جنبك شغالة عصاير موية كله وعطشان وبراك ما بدون شايفك ما بتشرب. أدب للنفس قمة العطش. زمان ولا بتعطش قدر ده، تشرب ساي ولا عطشان، لكن هسه مع قمة العطش انت ما بتشرب. تلقى الأكل اللذيذ اللي انت بتحبه وانت خالي براك ما بتاكل. تأديب للنفس غاية. مرات تكون شغال شغل حار في الشمس من الساعة 11 تكون عطشت خلاص عطشة ما بتتقابل. مع هذا كله انت بتغني نفسك انه ما في شراب الا بعد ما غيب الشمس، تكون عادي بتواصل. ده انت عارف لو في غير رمضان ابو ادم كلها ما بتمسكك من المويه، بتشرب. لكن شوف تأديب النفس، تصبر وتكسر نفسك. من تأديب النفس انه الانسان اذا سابك والسب ده حار، يعني انت ممكن ما تسيب زول، انت ما تسأل زول في حدودك، لكن زول جاء سألك انت تقول لي اني صايم ما ترد له، والله ده حر خلاص. يا اخ واحد قال لك ده في الحج خليه هنا، الحج هناك ما فيه رفث ولا ما فيه ده كله. واحد قال لك لافي بالكعبه زول ما شاء الله جسيمه كويس، وده بيجي كل مره بالزلك النازل كلهم بتفرم وبيمشي هناك على راسه عديل على الحجر الاسود، يلف تاني يجي يقبل الحجر ويلف ويجي للحجر تاني. دفر لك النازل دفر. واحد من اهلنا ديل زي ما حكى واحد من الشيوخ قال لبت له بس قفلت معاه وقنع ليك من عمرته وقنع من اي حاجه، بس لبت له جنب الحجر قال خليه يجي. اول ما جاء زول ذاك رقد له بابونيه خطف الواطه
لانه في ناس الاستفزاز ده ما بيتحملوا. وانت شوف صيامك عشان يكون صيام تمام انت لابد تصل المراحل دي كلها. في ناس بيمشوا مراحل، ما الصيام ده مراحله، مرحله بتاعت انه ما تاكل وما تشرب دي اغلب الناس بيقدروا عليها، ما تاكل وما تشرب ما في مشكله. لكن اول ما يجيك في مراحل عاليه تاني انه تقعد في الجامع تقرا قران، ممكن كثير يقدروا عليها دي. صلاة التراويح قيام الليل ما تفرط فيها، ممكن ناس يمشوا فيها. لكن انت تقول لي زول ينبذني ما ارد له؟ والله دي كثير من الناس ما بيقدروا عليها. تعرف الواحد يقول لك يا اخي برانا صايمين وقافله معانا. نظام داري يبرر لك يعني صايم وقافله معاي، صايم دي عرفناها قافله معاك دي شنو؟ ما في داعي ليها. الصيام يا اخواننا عشان يكون صيام يطهرك ونجيك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور العلماء قالوا أي قول محرم يدخل في قول الزور، وأعلاها يا إخواننا أعلى قول الزور وأعلى المفسدات إن زول يقع فيما يخل بالعقيدة. لاحظ في ناس في رمضان الواحد يقع فيما يخل بالعقيدة، زي شنو؟ داير يحلف يحلف بغير الله، يقول لك وحاس صيامي ده، صيامك سمح هاي لكن ما تحلف به كويس. واحد يقول لك وحات الكسرة دي، الكسرة دي مهمة لو أنت حلف بها، يقول لك وحات الخوة البيناتنا. والنوع الثاني اللي عنده لو عنده شيخ وبعظمه يقول لك وحش يا اخي، ده معناه كمل لك الفهم كله. لا 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 لا، ده خرب صيامه، انت عارف خرب. عشان كده دي حياه الناس ما بينتبهوا لها. انت عارف من العبارات السائده عندنا لما زول يجي داري يقسم عليك بحاجه يقول لك عليك الله اقعد يا اخي، يا اخي الغدا يا اخي عليك الله اقعد، عليك النبي يقول لك. لا لا، يقول له عليك الله، زول تحلف بالله لكن ما بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم معظم سيد ولد ادم، لكن هو برا وعلمنا. قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او اصمت. تاني اوريك حاجه، من لم يدع قول الزور مخالفات للعقيده بتلقاها في رمضان. زول تلقاه نايم في الجامع بعد شويه تمغى كده في نوم صايم، تشوف يده فيها حاجه هنا رابط له ورقه كبيره. اها ليه؟ كان سالته يقول لك دي بتجيب الرزق، او يقول لك دي حراسه تحميني حراسه. شفت كيف؟ واحدين يقول لك من العين. ايوه طيب، تساله سؤال لما تخش الحمام بتوديها وين؟ تدخلها معاك ولا بتخليها برا؟ يقول لك لا لا بخليها برا لانها غران. يقول لك يا اخي ابغى اخش الحمام بخليها برا. طيب الحرسك في الحمام منو؟ ما هي حراسه، انت اخذتها برا معناها حارس الحيطه اللي برا ديك لحد ما انت تجي راجع كويس. اللي بيحرسك جوا الحمام منو؟ يقول لك بحرسنا الله. طيب الله ما دام بحرسك جوا الحمام بحرسك برا، ما في داعي ليها. ده بالمنطق كده من غير ما تجيب دليل بس بالمنطق كويس يا اخواننا. ربنا سبحانه وتعالى قال اليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفيك؟ كان دار تدعو تدعوه. والحراسه بحرسك. ربنا قال والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. الحافظ منه؟ الحافظ ده الله. شكا دي ما تتعب رقبتك تربط لك ورقه في العربيه، ورقه ما تعرف في الدكان، واحده ورقه هناك الولادات الصغار رابط لهم ورق، والله ده ما بيعمل لك اي حاجه ولا اي شيء ما بيعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرقى والتمائم والتول شرك. واحد من الناس زول ظريف جدا قال جالي قال واحد ماشي الخلا راكب الحمار بتاعه، قام قال له تفضل
قال له درب عليك حجاب داك عامل فاق بيع الحجابات. وانا مستغرب زول انت عندك حجاب بتاع رزق تبيع له مش حجاب بتاع رزق حجاباتك دي بس خلال رقبتك انت خطها في البيت. يومك الدائر عربية جديدة طلع واحد، يومك الدائر بيت جديد طلع واحد كده شغله عندك. قال لي درب عليك الحجاب ده. قال لي ليه؟ قال لي انت زول راكب حمارك وشغال في المزارع، المزارع دي فيها ثعابين فيها عقارب بتضربك، ده عاين فيه. وقال لي بتبيعه ولا ساي؟ وهما والقروش لكن برضه ذكي، بتبيعه ولا ساي؟ قال لي ببيعه. قال لي لا انا ما داير انا والله يا. قال لي العقارب يا اخي. قال لي انا راكب في حماري ده فوق ما بنزل. كان عندك قال لي اي حجاب اكتب له الحمار ده، انا ما نازل منه راكب في الحمار ده فوق. قال لي يا اخي الحمار ده بيحرسه والله. قال لي طيب الله وقت بحرس الحمار ما بيحرسني انا. بمنطق بسيط. عشان كده يا اخواننا شوف انت عشان صيامك ده يكون تمام صيام نظيف. قال من لم يدع قول الزور، الكلام اللي بخرب العقيده. تعرف في ناس عندهم حساسيه مع الكلام ده، يقول لك ايوه المحاضره دي من قبل يا مولانا كانت كويسه ونحن مستفيدين وكده، خلاص جيت نرت اقول لنا ما تنادوا الشيوخ نادوا الله. اي يا اخي انا نبست لي زول يا اخي الشيوخ درس انا نبستهم. قول انا شيخ، انا ما معتبر نفسي شيخ، انا زول طالب ساي، لكن قول انا شيخ. انا ذاتي مع الشيوخ ديل ما تناديني، قول لنا انا وديلك قول لنا ما تنادينا بس نادي الله. في مشكله هسه في نبز هنا؟ قول لك جينا كنا النبز بس ما بتخلوا نبزكم ده. والله انا ما نبست لي زول، لكن قد قلت لك كان رفعت يديك ديل قول يا الله القوي في اقوى منه وفي اكرم منه. طب ما في لا اكرم من الله ولا اقوى منه ولا في زول عنده اللي عند الله ولا في زول عنده حاجه ذاته. البني ادم ما عنده ميش. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عشان كده يا اخواننا الحديث ده عظيم في الصيام. قال من لم يدع قول الزور اي كلام بخرب العقيده والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضيله ثانيه قال ولا خلوف فم الصائم. شوف النعمه دي كيف، ودي حاجه احنا بنعتبرها كثير مننا يعتبرها انها كانها كده منقصه يعني ما كويسه بتطلع من فم الصائم رايحه. يسموها الخلوف بضم الخاء، خلوف فم الصائم. الرائحه دي بتطلع من المعده يا اصلا لانه المعده خاويه. تلقى واحد بيسوق دار يطلعها يقول لك يا اخي والله يا خشمي ده اصله ما دار ينضف. ما بينضف مهما تسوق. السواك مطهره للفم مرضى للرب ويستحب في الصيام ما في مشكله. السواك مستحب لكن ما بطهر لك ريحه الفم لان هي ما طالعه من الفم هي طالعه من المعده لان المعده خاويه. سبحان الله. قال اطيب عند الله من ريح المسك. ليه؟ لانها نابعه من الطاعه. اصلا الريحه دي ما ريحه زول ما سوك اكرمكم الله ولا ريحه زول من الناس اللي اصلا فيهم الرائحه دي في افواههم، لا دي رائحه نابعه من طاعه الله. زول ما اكل ولا شرب من الصباح الريحة دي بتطلع منه. قال لك أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك أزول لما يتسوق كثير في رمضان ده من السنة لكن ما بروح لك الرائحة بتاعت الفم، تظل الرائحة موجودة لو سوقت بالمسواك ولا بالمعجون ولا بأي شيء. وما في بأس تسوق بالمعجون بمسواك بأي حاجة بس تحرص إنه شنو ما يدخل لجوفك، إن كان المسواك جزء منه أو المعجون ما يدخل لجوفك فما في كله بأس. يا أخواننا دي من فضائل هذا الشهر المبارك والعتق من النار، والإنسان يحرص في رمضان
مع ترك المعاصي قلنا رفث الفسوق قول الزور الجهل الشرك كل الأشياء دي تركه في جانب ثاني يا أخوان الإنسان ما يهمله ألا وهو جانب الزيادة في الطاعات ما تهمل الجانب ده أتوا القرآن كثير تلاوة القرآن حياة القلوب بتلقى نفسك أحيانا ما قادر على مشاق العبادة يصعب عليك أحيانا الصيام ويصعب عليك أحيانا الصبر أنت عارف ده تستعين عليه بشنو أقرأ القرآن طيب ربنا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قالوا شان تتحمل ده القول الثقيل شان تتحمله دار قيام ليل تقرأ القرآن قراءة القرآن دي لو أنت عطشان في رمضان تعبان بتريحك مشاق العبادة بتقدر تتحملها فيها فضائل ثانية عظيمة جاء عن قيس ابن ثابت ابن شماس صحابي جليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كانوا يروا في بيته مثل المصابيح مصابيح يعني شو؟ أنوار يعني في بيته هذا بيت ثابت مولع مولع بالليل دي من شنو؟ قالوا كان بيقرأ سورة البقرة بالليل أو سورة الكهف المصابيح دي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الملائكة الملائكة بتنور في بيته كويس؟ وسيد بن حضير في البخاري قال كنت ذات يوم أصلي بالليل قاعد أصلي قال وابني يحيى قربي نائم ولده نائم جنبه والفرس مربوطة جنبه كويس بيصلي بيقرا قال فرأيت مثل الظلة حاجة زي الظلة كده فوق لي دنت مني قال لما تدنو جالت الفرس الفرس هاجت ولده جنبها نايم قال خفت على ولدي قال فأسكت فتسكن اقرأ القرآن لما نقرأ الفرس تهيج يسكت تروق تاني قال أقرأ فتهيج أسكت فتسكن ثلاثة مرات بعد ذلك قال وقف وقف القراية قال خفت على ولدي منها خاف إنه الفرس تهيج تعفس ولده تكتله كويس لما أصبح مشى للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسيد هذه الملائكة نزلت لقراءتك القرآن قال ولو ظللت تقرأ لو واصلت في القراية قال لا ظلت في مكانها حتى يراها الناس قال لك كم بتقعد في محل هذا لما الصباح يصبح الناس كلهم يشوفوه وقف القراية رجع يا إخواننا دي تلاوة قرآن القرآن ده كثير مننا ما بيشتغل بكثير بس مرات كده تقرأ لك حبة وتمشي والقراية ذاتها عين في المصحف والعين الثانية برا وقلبك مرات يجي في آية آيتين وغالبا ما بيجي كويس عشان كده يا أخواننا الزول اهتم بالقرآن ده عمر الخطاب رضي الله عنه في عهده عنده أمير من الأمراء خرج وولى مكانه واحد ثاني فقام عمر الخطاب سأله قال له من وليت على الناس قال وليت عليهم ابن أبزة قال له هذا من الموالي من الموالي هو زمان ما طبعا في المولى وفي السيد قال له من الموالي قال له من الموالي قال له كيف تولي عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله يا أمير المؤمنين زول ده قال قارئ يعني فقيه زمان مش بيقرأ ساي قارئ فقيه عالم بالقرآن قال إنه قارئ لكتاب الله عمر الخطاب قال مقولة جميلة
قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ربنا رفع به، شفت كيف؟ عشان كده يا إخواننا رمضان فرصة لنا نفتح القرآن ده نقرأ، وتقرأ يتدبر ولو آيات بسيطة، بس يتأمل كلام الله تخرج منه بفوائد عظيمة. كويس؟ في ناس يا إخواننا عندهم فهم ما علماء، لكن بيتأملوا القرآن. الأصمعي ده من علماء اللغة العربية، يوم من الأيام بيقرأ في القرآن، قرأ في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الأصمعي قال والله غفور رحيم، قال جنبه أعرابي، العربي ده ما عالم، لكن بس يتأمل في الآية دي، قال له أخطأت. العربي الآية دي ما لقيته قبل كده ولا حافظه، قال له أخطأت. قال له أنت قلت السارق والسارقة، ربنا قال فاقطعوا أيديهم، تجي في آخر الآية تقول والله غفور رحيم. قال له ها غفور رحيم، هنا الاسمين الحسنيين ما مناسبات مع الآية. شوف فهم العربي كيف. قال له لو غفر ورحمة لما غطى، انت ما قلت غطى، فاقطعوا أيديهما. قال له لو غفر ورحمة لما غطى. قال له الصحيح أن تغرأ والله عزيز حكيم، لأنه عز عزيز وهو الحكيم، عز فحكم فقطع. قال له ولو غفر ورحمة لما غطى. الأصمعي قال مشيت راجعت لقيت الصحيح والله عزيز حكيم. يعني تأمل الآية، انت أقرأ بتدبر. كويس؟ واحد بيحكي لي قال أكان زول ساي فاك في الدنيا دي، فاك في أي شيء، أمور كلها جايطة. قال بس جيت داير أقرأ القرآن، قلت له لا شوف أنا أول آيات بقرأ شنو، داير يتخرج من الهوفي وده. قال فتحت المصحف، أول آية قابلتني قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من اليوم ده قال خليت أي حاجة. الفضيل بن عياض كان لص حرام، هسه مش كتب الفقه دي كلها يقول لك قال الفضيل بن عياض، والزهد يقول لك قال الفضيل بن عياض، ورواية الحديث روى الفضيل بن عياض كان لصا، وكان الناس يخوفون أبنائهم بالفضيل. الواحد ولده كان ما داري ينوم تقول له نوم، ولا نادي لك الفضيل لسه. كويس؟ بخوفون بالفضيل. يوم من الأيام داري تلف على بيت بتاع واحد داري يسرقه، طلع في الحيطة كده فوق قال سمع اثنين بيتكلموا، قال له قم بنا قبل أن يأتي الفضيل. قم قال أنا اتخارج يا أخي، الفضيل ده هسه بيجي، والفضيل بيسمع فيهم. مرق من البيت ده مشى بيت تاني، قال صعد على الجدار، قال فسمع رجلا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أول ما سمع الآية ألم يأني قال لقد آن. تمام؟ ونحن عندنا آن وقت الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيضا مما ينبغي المحافظة عليه في أيام رمضان قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان يحافظ على قيام الليل، وقيام الليل يا إخواننا ما هو صعب، من حافظ على صلاة التراويح كل يوم مع الإمام من يبدأ حتى يختم، انتبه عشان ما تصلي جزء وتطلع، من يبدأ الإمام حتى يقضي صلاته
لحد ما يصلي الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب له قيام ليلة، من صلى مع إمامه حتى يقضي صلاته كتب له قيام ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس بيكون داير يزيد وما في باس، على الراجح من قولي العلماء ما في باس تزيد أنت لحالك في البيت، تزيد في الصلوات، تقوم بالليل أو تقوم في وقت السحور تصلي مزيد من الصلوات ما في باس، لكن أحرص على أنك تكمل مع الإمام حتى الوتر. يلا في بعض الناس يقوم يترك الوتر مع الإمام بحيث أنه يصلي بالليل ويجعل آخر صلاته وترا. الأفضل أنه يوتر مع الإمام ليكتب له الأجر قيام الليلة. بعد ذاك الإنسان لو زاد فهو خير، بشرط ما يوتر مرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، يعني ما يوتر مرتين. أما لو أراد أنه ما يوتر مع الإمام، صلي معه لحد الشفع فقط ركعة الوتر ما يصليها، بعد ذاك يمشي يصلي ركعات ويجعل آخر صلاته من الليل وترا، برضو صحيح ما في بأس، برضو صحيح. والقولين مأثورين عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الأفضل إنه الإنسان يوتر مع الإمام عشان يضمن قيام شنو؟ الليلة. يوتر مع الإمام وبعد ذاك لو تسنى له تيسر له يصلي مزيدا من الصلاة. أيضا مما ينبغي المحافظة عليه في رمضان الصدقة قدر ما عندك. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: من أفضل الصدقات سقي الماء، الموية بس، يعني ممكن يكون موية ما عندك لو بتصدق بموية. واستدل بقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا الموية أول حاجة، بعد ذلك قالوا أو مما رزقكم الله، فأفضل الصدقة الماء، قدم موية. والحمد لله الناس كثير منا الحال ميسور، إنسان ممكن يتصدق في رمضان على البعيد، يتصدق على القريب، وأولى الصدقة الأقرب في الرحم ثم الأقرب في السكنى. يعني لو عندك صدقة أنت تقدمها قدم لرحمك، لأنه الرحم عندها حق عليك، قدم لأرحامك، بعد ذاك قدم للأقرب في السكنى ساكن قريب منكم، قدم له من صدقاتك. عندنا برضو باب من أبواب الصدقة وبيعتبر من صنايع المعروف والخير، الإفطار بتاعنا اللي بنعمله برا ده، الناس بتجمعوا في بريش زي ما بسموها أو الضرع حسب المسميات، الناس بيفطروا مع بعض مجموعة من الساكنين جنب بعض، يعني المربع ده يفطر مع بعض، المربع الثاني يفطر مع بعض. ودي أخواننا من صنايع الخير ومن العادات الطيبة الموجودة عندنا في المجتمع، لأنه فيها أولا التوسعة على ذا الحاجة أو على ذي الحاجة، بذول بيكون وضعه بسيط، يعني ما عنده ما يوسع به على نفسه من أنواع الطعام والشراب. الناس لما تطلع الزول ميسور الحال والزول ضعيف الوضع المادي، لما يكونوا كلهم مع بعض بيشاركوا مسألة الإفطار، ده جانب. جانب آخر إطعام المار وذا السبيل كده، الزول الماشي بالشارع الناس بينزلوا يفطر معاهم، الفقير بيلقى برضه حاجته معاهم. زد على ذلك ما فيها من الألفة والترابط بين الناس، يعني بتلقى في كثير من الناس هم جيران زمان ما تقابلوا ولا بيناتهم معرفة، لكن يتقابلوا في رمضان يجمعهم البرش اللي بيسموه ده وكده، يجمعهم مع بعض، فده كلها من أبواب الخير. لكن يا أخواننا مع التنبيه على مسألة ألا وهي الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد واجبة خاصة الناس لو قريبين، يعني الناس لو بعيدين مسافة بعيدة يشق عليهم ما في بأس يصلوا في محلهم، أما لو كانوا قريبين من المسجد من الناس الأسلم مداومين على الصلاة في المسجد ويسمعوا النداء من غير مكبر
فديل الواجب عليهم يكملوا إفطارهم لحد النهاية. الواحد يأخذ نهمته من الطعام ومن الشراب، يأخذ نهمته تمام، بعد ذلك يدرك الصلاة في المسجد. وبناء على ذلك ينبغي للمؤذن أو إمام الصلاة في المسجد أن يؤخر الصلاة قليلا. يعني في ناس بيستعجل استعجال شديد، واحد يأكل له بلحتين يشرب له مويه طوال يقول لك أقيم الصلاة، ده أول حاجة ما عنده فقه الإمام، ده ما عنده فقه، لأنه في غير رمضان حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة قال فابدأوا بالعشاء. شوف ده في غير رمضان، يعني أنت في الحالة العادية ما بتكون ذاته جعان شديد، مين جعان خدتوا العشاء وأقيمت الصلاة، قال فابدأوا بالعشاء. ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، الراوي بيتكلم قال وإن ابن عمر ليأكل في طعامه وإنه ليسمع قراءة الإمام. الإمام بيقرأ في الصلاة وابن عمر بيأكل. داس لو شافونا يقول لك شوف ده بالله، بالله شوف ده، ده فقه، شنو ده فقه، انت أكل. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبثان، يعني إنسان إذا كان متضايق ببول أو غائط ما يخش الصلاة، تمشي أنت لما تقضي حاجتك وترتاح بعدك تجي، حتى لو فاتتك الجماعة ما في بس، لو أنت لكن وضعك متعسر شوية كويس، لكن لو خفيف تمشي أمورك. أما الطعام إذا كان يا أخواننا العشاء العادي تؤخر له الصلاة، أو لو أقاموها أنت أكل، فما بالك برمضان. ناس اللي يقول لك يا والله نحن طبعا نظامنا هنا بلحة واحدة ونمشي نصلي ها، وبعد ذاك نجي راجعين. يا أخواننا منتبه لك بصلاة زي دي، صلاة بوضع زي ده أفضل منتبه لك، لأنه حيكون همه كله إنه الشراب وكده، واحتمال أقول لك والله تجي غنمة هسه تدفق العصير بتاعي ده أنا أموري كلها تبوظ، ده كده صلاته كلها طلع منها. لذلك من فقه الإمام، من فقه الإمام، والإمام هو اللي بيأمر بالصلاة مش أي ذول جساي، قوم قيم الصلاة. فينا عندنا فوضى في كثير من مساجدنا، واحد ثاني من الطرف هنا يقول لك هاي أقيم الصلاة، وشنو أنت قايلة؟ الإمام هو الموكل بمسألة إقامة الصلاة وتحديد وقتها، تدي الناس وقت واسع، والمغرب ما ضيق. عندنا فهم عند كثير من الناس يقول لك وايه المغرب ده ضيق وقته بس 5 دقائق، لو خليت منو قال لك لا ضيق ولا اي حاجة، ادي الناس ربع ساعة ولا تلت ساعة، ادي يشرب قهوة ذات يشربها وقوم صلي، مش ما في اشكال، لو اخرت القهوة كويس كمان، بس اكل تمام واشربوا تمام انتهيتوا، مش حصلوا الصلاة في المسجد. بعد ذاك عندك قهوة، عندك غيرها من الامور المباحة، ما في مشكلة، بس ما الناس السجاير والتمباك ما دخلت فيها، بس قهوة وشاي وكده، بس خليك في الحلال ده، تمباك ما في، في ناس بيجرسهم التمباك أكثر، صح؟ المهم يا إخواننا هذه من الفضائل، أيضا من الفضائل اللي يحرص على الإنسان في 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 أيام رمضان تعجيل الفطور. وطبعا دي لو قلتها لكثير من الناس اللي ما عندهم فقه بالسنة يقول لك هو شنو انت دار تاكل قبل ما الشمس تغيب ولا شنو؟ لا قبل ما الشمس تغيب ما تاكل، لكن الشمس غابت لو انت بتشوفها، شوف لو انت بتشوفها بعينك هذيك الشمس غابت، يعني ما في عمارات بيوت ما قدامكم فسح، هذيك الشمس بتشوفوها لما نغوص الشمس ذا غاب، افطر طوالي حتى لو الاذان ما زال طوالي افطر وعلى مسؤوليتان. الصحابه رضي الله عنهم قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا قال وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر. وبعض العلماء قال وإن كان القول ذا شاذ يعني قال أفطر، شربت ولا ما شربت وأفطرت أنت فقد أفطر الصائم، خلاص أفطر. فغابت الشمس، قرص الشمس ده غاب خلاص. الصحابة قالوا وإن أحدنا لو صعد على راحلته، لو طلع
على الناقة بتاعته ولا الفرس لرآها يشوف الشمس، يعني لو طلع لفوق شوية يشوفها، وكانوا يشوفوها من غير مكان عالي، يعني ما يطلع فيه حتى عالي عشان يشوفها، بس كده غابت كده، بس غابت خلاص أفطر الصحابة. دي من يسر الشريعة الإسلامية يا إخوان. والأجر الكثير للزور الفطر بدري مش اللي دخر. في ناس يقول لك يا مولانا والله لو ما أزن الزان حلتنا ده أزاننا ما بفطر. يا أخي ما أقول يا أخي ليه يا أسوأ أزان أول أزان تسمعه شفته بس أتأكد إنه أزان ما يكون حاجة ثانية. أول أزان أفطر طوالي. ده من يسر الشريعة الإسلامية يا إخوان، من يسر الدين. زول ما يعذب نفسه. عندنا واحد هناك من أهلنا ده يقول لك لو ما المؤذن كمل أذان وأنا ما بفطر وأصبر. يقول لك شاف قال لا شو خليه كمل يا أخي كمل ليه؟ هو الأذان ما وراني بس الوقت جات أنا ما عندي معه شغلة باقي أذانه ده لو قدرت بردد معه ولو ما قدرت دي سنة ذاته باكل أكلي ده. الزول ما عنده فقه بيعذب رقبته. قلت له يا أخي الزول المؤذن ده اكل لبن حتين وشرب لي مويه وطلع، ده مؤذن بمزاج وانت معذب بجاج. فمن السنه تعجيل الفطور وبضده تاخير السحور عشان تضيق اليوم. انت لما بجاي بهنا تجيبك مع الحد وبهنا مع الحد بتضيق اليوم، ده الشريعه الاسلاميه كده. لكن في ناس بيوسعوا لك بجاي ويوسعوا بجاي. بهنا يقول لك في امساكيه، يقول لك الامساكيه قبل 40 دقيقة من الأذان. ليه يا أخواننا؟ ربنا قال فكلوا واشربوا لبتين حتى يتبين لكم، مش قال لك حتى يطلع، لأنه ممكن يكون طلع أنت ما عارفه. الله قال حتى يتبين لكم، يعني لو قمت كده عاينت المحل ظلام، الساعة بتاعتك ما عارف الأذان بأذن كم، بتتصنت كده ما سامع أذان، زول جنبك تسأله ما في، قبلت على النشا بتاعتك ضربتها، خطيت الكرة بتاعت النشا أقاموا الصلاة طوالي، ما عليك أي حاجة. ليش؟ لأن ربنا قال حتى يتبين لكم. العلماء قالوا ده من الفقه في المسألة دي، إنه لو الفجر طلع وما تبين لينا ما علي أي حاجة، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولو أخطأت برضو ما عليك حاجة. لو انت مثلا الساعة بتاعتك ضابطة على انه الأذان بيأذن 6 إلا 5 أو 5 إلا 5 كويس؟ قمت عاينت فيها كده ده هي 6 إلا 5 وأنت جاي لها 5 إلا 5 ساعة كاملة طبعا، الناس صلوا ورجعوا البيت عاينت فيها كده قلبتها جاي لها 5 إلا 5 6 إلا مين متلخبطة 6 إلا 5 5 إلا 5 قمت على الموية بتاعتك شربتها ورقدتها ما عليك أي حاجة. ما عليك الجهل بالمسألة دي، لأنه حديث الصحابي لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود شال لي حبلين، جاب لي حبلين، حبل أبيض وحبل أسود، خدتين جنب ورقد بقى بعاين فيه ما ظهرت له لاسة، ده الأبيض من ده الأسود يضرب بعاين فيه مواصل لحد ما ظهر له وشاف ده الأبيض براو ده الأسود براو كويس، لأنه هو فيه ملايا ما صحيح. ما عاد أجل النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروا بالإعادة. فكده العلماء قالوا لو أخطأ الإنسان في مسألة لاحظ في مسألة شنو، لكن في الفجر لو أخطأ ما عليه شيء، وحتى في المغرب لو أخطأ ما عليه شيء، لو أخطأ على الراجح ما عليه شيء إلا لو تهاون، لو تهاون عليه القضاء. عموما دي أخواننا كلها من الفضائل، الإنسان يحرص على تعجيل تأخير السحور، تعجيل الفطور، تلاوة القرآن، المحافظة على صلاة التراويح، البر والصلة والإحسان وغيرها من الآداب المذكورة الكثيرة. يكون كده الإنسان صام صيام صحيح، صيام بسنن وآدابه وبفضائله. بعد الإنسان يرجو بمثل هذا الصيام أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمثل هذا الصيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، ولو فضل زمن قبل الصلاة نجاوب على سؤال سؤالين، وإذا ما في زمن نختم عليه. في حاجة زمن قبل الصلاة؟ سؤال واحد.
طيب حكم التهنئة برمضان، التهنئة برمضان ما فيها بأس، الإنسان يهني برمضان، لكن العلماء قالوا كما قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: العبارة الصحيحة أن تقول رمضان مبارك. عندنا هنا الناس يقولوا رمضان كريم، دي العبارة السائدة عندنا. قال لأن رمضان ما بيتكرم هو من عنده، رمضان ما بيتكرم، إنما رمضان ربنا جعل فيه البركة، ربنا جعل فيه البركة، عشان كده تقول رمضان مبارك باعتبار إنه ده وقت ربنا جعل فيه بركة من أول الشهر إلى آخر الشهر، فما في بأس في التهنئة ولا في رد التهنئة إن تقول رمضان مبارك. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.